باهي أصدقائي، تعرفنا قبل على النمبرز، أوكي، التايب نمبر، وما تعمقناش فيه. باهي، تو باش ناخدو مجموعة من الميثود، باش نرجعو شوية لك النمبر، باش ناخدو مجموعة من الميثود اللي تتعامل مع النمبر، معناها باش نتعمقو شوية في النمبر، أوكي، وكيف كيف باش نتعمقو شوية في السترينج ونشوفو الميثودز اللي تعاملو مع السترينج. باهي، احنا تعلمناه من قبل أنو عندنا فاريابل لات مثلا val equal 15 ولا 150 واللي هو، ومن بعد نعملو كونسول دوت لوج لك الفال هذاك ويتبعونا، وهذا ماهوش جديد وتعلمناه قبل. رولود البيج تبعنا 150. كيف كيف زادك يكون عندنا النمبر هذاك في شكل سترينج، كنجيو نعمل نمبر كما هكا يعمل لنا كونفرشن لك النمبر هذاك، يخرج هنا بعديك نمبر، اوكي، يغير هنا نمبر، حتى كان هو سترينج يغير هنا نمبر هكا، ولا رولود البيج مفهم حتى التغيير. به هذا كل تعلمناه قبل. به عندنا طريقة أخرى، تو بنشوفوا الطرق متاع كتابة أخرى للنمبر. به مثلا أنا عندي 1,500,000، هذه 1,500,000، هذه 1,500,000، ماي هذه 15 مليون، لما حال هذه 1,500,000 هكا، ما 1,500,000، أوكي. به 1,500,000 مثلا نحب نعمل لها اختصار للكتابة متاعها، احنا كي نكتبوها هكا يعطينا 1,500,000 هكا، ولا به احنا نحبوا مثلا نختصروا الكتابة هذه كلك، نحبوا نختصروا الكتابة هذه كل، شنو نعملوا؟ نجيب نعملوا او 5. او 5 اش معناها؟ معناها اعطيني 5 اصفار من بعد ال 15 هذيك، 5 اصفار من بعد ال 15 هذيك، ونعملوا كنترول اس ورولود البيج نفسه هي بيدا، ما فما حتى اختلاف، واضح؟ باه هذا بالنسبة كيما هكا بالضبط. باه يكون عندنا مثلا نمبر كيما هكا 1.5 وقداش من صفر، واضح؟ نحبوا نجيبوا الاصفار هذه كليك اللي هما 5 اصفار، شنو نجيو نعملو؟ نعملو او 5، ويجي نشوفو مع بعضنا شنو يطلب عنا. يطلب عنا رولود البيج يطلب عنا فقط 4 اصفار، ويغير هنا من اللي كانت فلوت، يغير هنا نمبر وتولي 4 اصفار 15. شنو اللي صار؟ انه او 5 هذه باش تعطينا 4 اصفار، باش تعطينا 4 اصفار مع شنو؟ مع الخمسة هذه تولي الكل في الكل 5، 4 اصفار ومع الخمسة هذيك 5 كاركتر معناها، ومع كل واحد فاصل معناها باش يغير هنا كل نمبر، اوكي. هذا بالنسبه لطريقه الكتابه الاولانيه، نجمو نختصروا فيها، معناها نجمو نعملوا اختصار للكتابه متاعنا. باهي، فما طريقه اخرى باش نعملوا بها مثلا الضرب والجمع وكل شيء. باهي، انا مثلا باش نعمل فاريابل اسمه فال، باش نحط فيه هذايا 5، وباش نعمل فاريابل اخر، خلينا من الفاريابل برا طول نخدمه في الكونسول وكهو. كي نعملوا 5 في حاجة string مثلا number string 5 في 5 يحسبها لنا عادي، كنترول اس ويجي نشوفه مع بعضنا يعطيك 25، حتى كيف كيف مع القسم يقسمها لك عادي، رغم ان نقسمه انت على string عادي يقبلها ردود البيج انه يقبل فيها 1 عطانا. كيف كيف بقى خلينا نغير النقب هذايا باش تظهر لنا الصورة خير، مثلا 6، كنترول اس انه كي نقسمه مش عطينا 0.83، اوكي، خاطر قسمنا 5 على 6. كيف كيف بالنسبه للموديولو والباقي القسمه كيف كيف تشتغل، وما فما حتى مشكل. رولود البيج وكما تشوف يعطينا 5 هذاك هو الباقي، واضح؟ باه، لكن بالنسبه للجمع، بالنسبه للجمع ايش نشوفوا مع بعضنا، نجيو نجمعوا شنو قلنا، كنترول اس رولود البيج يعطيك 5 6. بالنسبه للجمع يجي يلصقهم في بعضهم، في الجمع يلصقهم في بعضهم، لكن بالنسبة للضرب ولا الطرح ولا القسمة ولا الموديولو كيف كيف يقسم عادي، حتى الطرح يحسبها عادي، يحسبها اللي هي عبارة على زوز انت، اوكي، اني ناقص 1، حتى كي يبداو زوز سترينج، راهو حتى كي يبداو زوز سترينج هو يفهم وحده. كنترول اس ويجي نشوفو مع بعضنا رول البيج يحسبها لنا عادي. بالنسبة للضرب كيف كيف زاد 5 في 6 يحسبها لنا عادي على اساس اللي هي نمبر 30، والقسمة كيف كيف زاد القسمة هاي كنترول اس رولود البيج يقسم كيف كيف، واضح؟ يعني النمبر اللي هنا يغلب، حتى كان احنا حطيناها في وسط سترينج، يعني في دبل كوتس ولا في سينجل كوتس. به كيف كيف زاد فما انواع اخرين تاع تايب اللي هما عندنا الهكس والباينري والاوكتل، هذوما كيف كيف نستخدموهم. به مثلا باش ناخذ مثلا فاريابل، باش نعمل ليت فال مثلا، باش نحط ان 0xff مثلا 0xff، هذا اكس ديسيمال هكا، ولا نعرفوه الناس الكل واستخدمناه قبل في الاكس ديسيمال. باهي، اجي نطبعوه
كونسول دوت لوج لك الفال هذاك وشوفوا شنو يعطينا. عطانا 255، عطانا 255، يحول فيها للديسيمال. اوكي، عطيناه صفر اكس اف اف هذيك، حولها للديسيمال. حتى وكان نكتبوا الاف اف كابيتال راهو عادي، فما حتى مشكل، يغيرها لنا هو. واضح؟ يعني 255. باهي، كي نحبوا مثلا نكتبوا حاجه باينري، نحبوا نكتبوا حاجه باينري لهنا، باينري كود معناها. اول حاجه شنو لازم نعملوا؟ لازم نكتبوا 0 بي 0 بي، ومن بعد نكتبوا النمبر نتاعنا اللي هو الباينري، يعني 1 8، ونشوفوا شنو يعطينا مع بعض. ايش نشوفوا مع بعضنا؟ كنترول اس، رولود البيج كيما تشوف يعطيك 255. او كان نبدلوا في شويه مثلا 0 0 ناخذوا هذوما، طبعا 0 مغيروا في حاجه اخرى، لازم يكونوا 8 ما يفوتوش 8. قد هذوما 4 وهذوما 4، باه ينجموا حتى يفوتوا 8، ما فما حتى مشكل. رولود البيج يعطيك 215. اوكي، يحول هنا الديسيمال. هذا بالنسبه للباينري. حتى الاوكتل كيف كيف تنجم تعمل اللي هي شنو تعمل؟ تعمل او ومن بعد زيرو، من بعد زيرو وتدخل اي نمرو يكون او 12. لا لا، زيرو وبعد او، من بعد نكتبه مثلا 12 كما هكا، وشوف شنو يعطينا رود البيج. انا نعطيه هنا في الديسيمال. اوكي، يحول هنا في الديسيمال. هذا بالنسبه للاكس والباينري والاوكتل وكيفاش نتعاملوا معاهم. مثلا انا نحب ندخل له فال لهنا ديسيمال، نحب ندخل له مثلا 20، ونحب يحولها لي، نحب يحولها لي لحاجه معينه، نحب يحولها لي مثلا السترينج الباينري ولا الاوكتل ولا اللي هو. ما علينا الا نستخدم الفانكشن اللي اسمها تو سترينج. تو سترينج هذه تحول هنا وين تحبوا انتم. مثلا او باش نعمل الباس دو، باس تو باش يحولها لي يعني للباينري. كنترول اس، واش نشوفوا مع بعضنا كيف ما تشوفوا، حولها لي للباينري ال 20 هذيك. واضح؟ كيف كيف نجم نحولوها للاوكتل، للثمانية. طبعا الاوكتل هو 8، رولود البيج كيما تشوف يعطي هنا 24. واضح؟ والنجم نحوظوها للاكس كيف كيف، 16 تو يحول هنا للاكس، رولود البيج انا نحول هنا 14. اوكي، هذا النمبر قداش الطول نتاعو، النمبر قداش الطول نتاعو. مثلا اش نعمل؟ نعملو نمبر، نكتبو نمبر، الماكس نمبر نتاعو شنو الطول نتاعو، نعملو ماكس فاليو ونشوفوا شنو يعطينا النمبر هذاك. الطيب هذاك نمبر نحبوا نشوفوا اكبر حاجه فيه شنو، هذا هو الطول نتاعو الماكس، يعني ما ياخذش اكثر من كي. اوكي، يعني كي جينا نعملوا ديكلاريشن تاع فاريبل، ديكلاريشن تاع فاريبل بيكون من نوع نمبر، لازم ما يفوتش النمبر هذا. اوكي، وكيف كيف فما المين فاليو، فما المين فاليو كنترول اس، ويجي نشوفوا مع بعضنا كيما تشوفوا هذا هو المين نتاعو. اوكي، ان شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو، ونتقابلوا الفيديو القادم مع سترينج. يلا إلى اللقاء.